احد الاخوه يقول ان بعض خطباء المساجد ليسوا مضمون سؤاله يعني وليسوا على المستوى المطلوب بما يقوم به بهذا العمل الخطير ويعتمدون على ديوان ابن نباته، بينما هناك كثير من رجال العلم يتمنون ان تتاح لهم الفرصه لاداء الخطبه ولو بدون مكافاه، فما راي فضيله سماعتكم بذلك؟ على كل حال يوجد من ائمه المساجد وخطباء الجمعه من ليس يتوفر فيه القدره على الخطب المفيده الكافيه، ولكن هذا كما قال ربنا عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، يقول الناس على ما جاء في الاحاديث الفطره من قوت البلد، فليس كل مكان توفر فيه العلماء الذين لهم الميزه ولهم القدره على الخطبه الكافيه، ولهذا يحتاج الناس الى طالب في الثانوي، بعض الاحيان الطالب في المتوسط، وبعض الاحيان الذي انما درس لحضور جلسات العلماء فيستفاد منه ويولى الخطبه للحاجه يعني في شكل الحاجه ولعدم من يقوم مقامه. فهذه مسائل الامامه والخطابه على كل حال اعتنى فيها بالافضل فالافضل ونتلس فيها الافضل فالافضل حسب الطاقه، ولا يجب ان يكون من اكبر العلماء على حسب ما يتيسر، لان العلماء قد يتاخر كثير منهم عن الخطابه لاسباب كثيره، وقد يكون بعضهم بعيد عن محل الخطابه، وان كانت السياره متيسره الحمد لله. ليس الناس كلهم سواء في الرغبه في الخطابه والحرص عليها، والا وزاره الحج والاوقاف ستلس وتطلب من عنده كفايه يتقدم حتى يولى، هم يطلبون من يقدر على ذلك ويستجيبون من مصر ومن غير مصر من يتولى ذلك عند الحاجه. فالحاصل ان كثيرا من اخواننا ليس عندهم النشاط في القيام بخطب الجمعه وبالامامه في المساجد، وكثير منهم لا يود ذلك ويرى انها تحبسه وتربطه عن الاسفار وعن كذا وعن كذا، فلهذا لا تجده يوافق على الامامه والخطابه لهذه الاسباب التي اشير اليها. والذي يريد ذلك ويوافق على ذلك مشهور وماجور، يكتب الى الاوقاف انه يستعد لهذا، او يكتب لي او الى من شاء من المشايخ ونتوسط له وندعو له ونشكره ايضا ولو بمعاش ولو طمعاش ايضا. لكن الله ياتي به.